بهدف إيقاظ الضمير العالمي وتسليط الضوء على معاناة النساء والأطفال المعتقلين في سوريا، عقد في مدينة إسطنبول مؤتمر دولي نظمته حركة الضمير برعاية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وشارك فيه ممثلون عن 55 دولة حول العالم. 76 سوري مجهول المصير من بينهم أطفال ونساء. Bu konvoydaki amaç Suriye zindanlarında hapis olan 7000 kadının uluslararası anlamda gündeme taşınması ve bu kadınların serbest bırakılmasını sağlamak. حقوقيون وناشطون وبرلمانيون وفنانون ورجال أعمال على اختلاف ألوانهم وجنسياتهم يشاركون في الفعالية التي ستستمر نشاطاتها حتى 8 آذار المقبل بهدف الضغط نحو الإفراج على النساء والأطفال المعتقلين في سوريا دون قيد أو شرط. Most importantly, we want to send a message to the women and their children that are in Syrian jails that we too come from that past. We too, as South Africans, come from such brutality from the apartheid regime. The day will come in their lifetime that they will realize their freedom. ويعول منظمو الفعالية على ضمير الإنسانية من أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لكل المظلومين ومحاسبة المجرمين عن جميع الانتهاكات التي ارتكبوها. كثير بهمنا الآخرين يسمعوا صوتنا، لهالسبب الحركة كثير مهمة، كثير مهم يعني الكل يعرف حقيقة شو عم يصير بالسجون السورية، ونتمنى يعني يصير في ضغط حقيقي على الدول يلي هي يعني لها علاقة بالصراع السوري، روسيا وإيران وتركيا، بحيث إنه يتم الإفراج عن المعتقلات السوريات قريبا، نقول إن شاء الله. وتحظى حركة الضمير الدولية بدعم من أكثر من 2000 منظمة حقوقية وإنسانية من نحو 115 دولة حول العالم. والعام الماضي انطلقت قافلة الضمير الدولية نحو الحدود مع سوريا بمشاركة أكثر من 10,000 ناشطة للتضامن مع المعتقلات في السجون السورية تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.